العالم موضوع تاني مهم جدا، اقل شويه من رونالدو لكن مهم ان احنا نعدي عليه، وهو عن ليفاندوفسكي. موضوع الساعه وكل ساعه، مش عارف من دلوقتي لبكره ايه اللي ممكن يحصل، لكن احنا عايزين نتكلم عن ليفاندوفسكي برضو من وجهه نظر فنيه، مش ككتالوني لكن كمتابع عام للكوره. يعني ليفاندوفسكي بالنسبه لك هو عظيم لاي درجه؟ يعني طالما ان احنا بنهد في السوابق، ماسكين فاس من اول الحلقه وعمالين بنهد في السوابق للناس، هل ليفاندوفسكي في حاجه ممكن تتهد في السوابق بتاعته، ولا الراجل ما عندوش مشكله؟ انا مش عارف ايه الثوابت، يعني مش عارف هو ليفاندوفسكي بيتحط في اي فئه، بس الثابت انه احسن لعيب في العالم، واخد بالندور، مصنف على انه واحد من احسن المهاجمين على مستوى العالم، ولما بيبدا ناس تخش معاه في المقارنات بيبقى سابق شويتين ثلاثه، وقوه بدنيه وحاجات عامله كده يعني. بس ده مش حقيقي. يعني مش حقيقي، او مش حقيقي من وجهه نظري. انا بشوف انه في جيل المهاجمين العظماء بتوع العقد الاخير، مثلا هنقول مثلا سواريز، هاري كين، كل الناس اللي طلعت في أجويرو، أوكي، كل الناس اللي طلعت في الفترة دي، بنزيمة، أنا بشوف ليفاندوفسكي أقل من أقل واحد فيهم. يعني لو هنحطه مع الكبار هو يبقى آخر واحد، يعني من أول 10 هو رقم 10 مثلا. ليه؟ لأنه في مشكلة بديهية عند ليفاندوفسكي، مشكلة رقمية بالأساس، الناس ما بتاخدش بالها منها لانها خلاص بقت عامله زي عفش البيت كده، اللي هو خلاص شيء مسلم بيه. ان انت بتلعب، انت كنت محظوظ ان انت بتلعب في بايرن ميونخ في حقبه تاريخيه، بايرن ميونخ في تاريخه كله لم يسيطر على المانيا زي ما هو مسيطر دلوقتي. يعني بايرن ميونخ دلوقتي اللي هو انا حتى بطلت عد، يعني ما اعرفش اللي خدوه ده كان التاسع ولا العاشر على التوالي، العاشر غالبا. ده مع اي نجم كبير موجود، لا يعني مش فتره ميسي الذهبيه اللي هي طويله مع برشلونه، ما قبلها وما بعدها برده ما كانش في سيطره على حاجه. احنا بنتكلم بس على الدوري. اوكي، وبعدين ميسي عاش اوقات صعبه، عاش سنين صعبه مع برشلونه. انما انت بتلعب في فريق في فرق كاسح فني وتكتيكي ومادي بينه وبين بقيه الفرق في البوندسليغا. فانت يعني بايرن ميونخ قبل الفتره دي ما خدش الدوري 3 مرات ورا بعض، دلوقتي بياخدوا المره العاشره. طب ماشي، دي بنفس منطق باريس سان جيرمان، لكن هو نفسه فنيا بقى هل في عنده مشاكل واضحه في الملعب؟ مش مشاكل واضحه قد ما هو اهدار، انه فكره التهديف، انه انا بس عايز اتكلم على جمهور برشلونه، لان جمهور برشلونه دايما بيتعشم، بيطلع في السماء وبعد كده بينزل على جدور رقبته. جريزمان، كوتينيو، ديمبلي، كل الناس دي. طبعا ليفاندوفسكي ما فيش خلط على هو هيعمل ايه، ولا حد عايز يجيبه يلعبه مكان انيستا، ولا هو شايفينه ميسي جديد، ولا حاجه من دي. ما هو الراجل معروف هيجي يعمل ايه، لكن الاعتقاد انه ليفاندوفسكي هيجي يا جماعه يحط 30 جول في الموسم كده عشان هو ليفاندوفسكي، ده مش حقيقي. ليفاندوفسكي هو لعيب متعود، ان الجزء اللي لازم الناس تدركه انه متعود على افضليه فنيه وتكتيكيه كاسحه على الخصوم. والسبب ده تحديدا ليفاندوفسكي ما بيظهرش كتير في دوري الابطال قدام فرق خصوم اقوياء مقربين لبايرن في المستوى. طب نخش في الجرافات عشان نشوف الحكايه. اوكي، معنى ايه الظاهره الرقميه؟ انت هتلاقي انه على الاكس جي مثلا، ليفاندوفسكي اللي هو بيقيس احتماليه تسجيل التسديدات اللي هو بيجيبها في المباراه الواحده، هتلاقي ليفاندوفسكي عنده اعلى رقم في اوروبا في السنين اللي فاتت كلها، المتوسط بتاعه اكتر من هدف في المباراه الواحده. عشان تعرف الرقم ده قد ايه كبير، كريستيانو فاصلة 9 وميسي فاصلة 8، دول اكتر اتنين حطوا جوال في الفتره اللي ليفاندوفسكي بيلعب فيها كوره. ليفاندوفسكي فوق الفرص اللي بتجيله اكتر. اوكي، يعني المتوسط بتاعه في الاخر واحد، اكتر من واحد. اوكي، طيب لما احنا نقول ان ليفاندوفسكي بيجيله تسديدات كتير او بيجيله فرص كتير في المباراه، هل ممكن انا هنا اقول انه ده عشان هو ليفاندوفسكي، عشان هو جامد وبتاعه ومش عارف ايه والكلام ده كله، عشان هو بيتحرك و الى اخره؟ لا، لان انا بقارنه بناس عظماء برضه في الجزئيه دي، هو مش احسن منهم. فدي ما ينفعش تبقى نقطه لصالحه ان هو بيجيله فرص اكتر لان هو بيتحرك، او هو اذكى من ميسي او رونالدو، او هو بيتحرك افضل من سواريز واجويرو او. لكن السبب، المشكله كمان عند ليفاندوفسكي، الاستمراريه بتاعت ليفاندوفسكي دي اول مشكله. أوكي. مشكله في الاستمراريه، عنده مشكله كبيره جدا في الاستمراريه. لو انت رجعت للتحليل، فاكر اول مره كنت معاك اتكلمنا على التحليل بتاع مارك كاري اللي هو كان بيقيس فيه التذبذب في المستوى وفي الاكس جي بتاع مهاجمين اوروبا. كويس، ليفاندوفسكي كان عنده اكبر متوسط، بس في نفس الوقت كان عنده اكبر تذبذب من مباراه للتانيه. بص كيف طالع نزل طالع نزل طالع نزل طالع نزل، جيب ترتيب المواسم 17 18 18 19، ده الاربع مواسم اللي فاتت، كل النقط الحمراء الصغيره دي هي دي مباريات.
اوكي واخد بالك انه ممكن يحصل تذبذب ضخم جدا في المستوى ما بين مباراه للثانيه. ده في الدوري؟ في الدوري ولا في الموسم عامه؟ لا لا في الدوري. اوكي كل ده في الدوري. ده الدوري ده اللي هو خلصان يعني. غريب جدا يعني لو في الشامبيونز ليج كان ممكن تتفهم ده انما في الدوري غريب جدا. في الشامبيونز ليج انت بتقابل فرق من الشرق والغرب وبتاع وطبيعي ماتش بتحط 3 وماتش ما تحطش خالص, انما في الدوري ده شيء غريب جدا. ده اعلى معدل في اوروبا يعني في المهاجمين في اللي هو اعلى معدل اكس جي في المباراه بيجي له فرص يعني حواليك دلوقتي انت بتتكلم في دي يعني اعلى معدل تسبب مستوى مقارنه بالمهاجمين اللي في نفس الليفل. اوكي هو عنده اكبر فرق يعني بص النقطه الصفراء دي بتحدد هو قيمه الاكس جي بتاعه في كل مباراه قد ايه. الخط الاحمر ده بيحدد هو اقل قيمه واعلى قيمه. اوكي فهو عنده اكبر فرق ما بين اقل قيمه واعلى قيمه. واخد بالك محمد صلاح مثلا عنده الاقل يعني انه ثباته في المستوى غير عادي, الثبات اعلى. في بقى ايه موقع اندرستاد بيقدم خدمه جميله جدا ان انت بتقدر تبص على خريطه التسديدات اللي هو سددها كل موسم جاب ايه واهدر ايه من اول 2014 2015 اول موسم راح فيه لبايرن ميونخ. كويس ده التسديدات وحجم اللي بتشوف الدوائر حجم الدوائر بيدل على سهوله الفرصه. الاخضر ده اللي هو الاهداف والاحمر والازرق والموف والاصفر دي بقى الكور اللي جت في العارضه الكور جت بره خالص اللي هي الحارس صدها المدافع تصدى لها. فمن اول موسم بص هنا حجم الكرات اللي جايه والموقع ده كمان الموديل بتاع الاكس جي بتاعه متساهل يعني الفرص دي في الحقيقه اسهل كمان ما هي كده. دي الاماكن الاماكن وحجم الدوائر عامل ازاي. كل ما الدايره كبرت كل ما الفرص كانت اسهل. ده اللي بيجيبه واخد بالك. بص كمان على اللي بيضيعه يعني الدوائر اللي هي الخضره دي الحاجات اللي هو جابها. فالدوائر الواضحه الكبيره ده معناه ان الفرص كانت سهله جدا سهله جدا ما كانتش صعبه. فمثلا الدوائر الكبيره دي اللي هي تقريبا نص عدد التسديدات اللي جات له جوه ال 18 اكتر او اكتر شويه. كويس وهنا ده اللي اهدره. 14 15 ده كان ابسط موسم يعني ما تخش بقى في الموسم اللي بعده 15 16 و 16 17 هتلاقي عدد الدوائر الكبيره هنا بيزيد جدا. يلا وعدد الدوائر الكبيره اللي هو بيهدرها بيزيد جدا. فرص سهله جدا نادرا ما ليفاندوفسكي بيضطر ان هو يجيب جول من تسديده صعبه او حاجه زي كده. بص برضو الفرص المهدره بص قد ايه كمان 18 19 بص قد ايه فرص مهدره. سيبك من اللي جابه 19 20 يعني هنا وهنا بيكبروا. هنا بتكبر جدا في الفرص السهله بالظبط والفرص الضايعه اكتر بكتير في كل سنه عن الثانيه بالظبط. ده 2021 اللي هي الموسم اللي فات و 21 22. فالفكره هنا ان احنا بنتكلم على مهمة بص المنظر ده المنظر ده غير عادي صحيح. يعني مفيش مهاجم في اوروبا كلها بيجي له فرص بالشكل ده ابدا يعني ولا حاجه حتى قريبه من ده. فانت هنا بتتكلم على مهاجم اللي هو البديهي ان انت بتلعب مع بايرن في الدوري الالماني انت اكتر مهاجم مدلل في الدوريات الخمسه الكبرى. عندك اكتر او ما عندكش اكتر الله اعلم بس ده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي. والارقام القياسيه اللي انت ابتديت تكسرها مؤخرا المنطقي ان انت كنت تكسرها من زمان. مش يجي لعيب زي اوباميانج كمان بيلعب في دورتموند ما بينافسش اصلا على الدوري ياخد منك الهداف. يعني المنطقي بتاع ليفاندوفسكي انه بتلعب بالافضليه دي ان انت تاخد حذاء ذهبي كل سنه حذاء ذهبي الاوروبي. يعني نفس ما يقال على الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي يمكن الفروقات فيه اكبر بس كمان بايرن ميونخ كنادي وكمنظومه كان اقوى وانت بكتير. كميه الفرص اللي بتجي لك كمان اوضح يعني اوضح بكتير يعني غير عادي. وجنبك لعيب بنزيما بتاعك مولر راجل ما عندوش اي طموحات تهديفيه بيعمل اسيستات ما عندوش اي مشكله انه يديك كل الكور اللي بتجيله بيقرا الجيم بذكاء بشكل استثنائي. فكان المفروض ان انت اللي بيحصل في اخر كام سنه ده اللي هو من بعد ما انت كسرت ال 30 كان المفروض هو يبقى كل مسيرتك. بس هو حصل في اخر كام سنه بس فالناس اتفاجئت في حين انه في العادي لا انت مهاجم مدلل جدا يعني بيجي لك فرص كتير جدا فانت تقدر تستغل تفوق تكتيكي ضخم جدا انه في فريق نازل طحن فريق انت هتحط كتير. انما هل انت تقدر هل انت المهاجم اللي هو بيجيب نص فرصه اللي هو هيجي له كورتين في المباراه هيجيب منهم كره؟ لا عمرك ما كنت كده. بص يا معلم احنا كل شهر ان شاء الله نعمل حلقه بعنوان هدم الثوابت. يعني واضح ده انسب تصور ليك. هنعمل حلقه شهريه اسمها هدم الثوابت نشوف ايه الحاجات الثابته اللي في التاريخ اللي الواحد كده يبقى معترض عليها يعني. طيب